خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايع البلاد يا وغير قصرة وقصتو صار عبد اللي لامصا ضحكة من القلب بالخو خبر في الفن دمار يا وبالعاني توسوسو في راسو مخو تخلطو في روحو نفسو تخلطو المنجل والحيراك بالا 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 جاك المنجل بالا 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 جاك المنجل بالا 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 جاك المنجل جا لو بتروح بالطلب لو بتروح بالطلب عندكم الناس بالطلب ينعدوا على أصابع اوكي مثلا لما تخليني انا اهضر معك زوج كلمات لا اقول لك هاي ما لا خليني انا نهضر معك زوج كلمات برك انا ديجا بديت نترعى درك قاعد تقول لي انتم ما عندكمش هنا في الجزائر كيف ما عندناش في الجزائر لا لا بتقول لي انت قديش عندك هذا جميل لبناني لا تعمل بلبنان طلب تعمل بلبنان يا وتعمل في لبنانك تحكي على لبنان تاعك خليني انا نحكي لك عن الجزائر وانت تحكي على لبنان انتم ما عندكم مطربين كبار عند غلطه وليدي الطلب الشرقي عندكم يا ما كاين كلش لا ما في كي وجع علي جيت لهنا وجيت لهنا انا بدو خدماتي بدو خدماتي بدو خدماتي تخدم انت اخذ في بلادك على جيت لهنا ما بدو خدماتي انا جيت لهون بس نديك خدماتي اقدم لكم خدمات هذا كذا راح يقلقني تعس هذا كذا راح يقلقني تعس عندنا شرف عندنا فنانين عندنا كلش احنا لهنا ما عندكم شي ما شفت سيد جورج من فضلك رجاء ما عندكم شي ما شفت سيد جورج من فضلك رجاء كيف ما شفت والو هي ولا جيت لهنا ما روح تعب انا راح بدو خدمات هذا 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 عميد هذا 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 عميد هذا انت عميد يا خالد انا عديم الفن ما توشيش ال ما تجيش تطلع الفوق نقص كي تهدر على الجزائر هدر عليها باحترام لا الجزائر على الجزائر على بكل الفنانين الجزائريين من هاي دول انا اسجد لهم انا اسجد لله بس انا اسجد لله بس يا معنى ما تفهمش توا اسجد لله بس انا سيد جورج الفن لازم يكون عندي فنان في الجزائر كبير بكري صاحبي هيدا يا ربي شو عمل عامل مسرح صدمه كبيره الفنان لازم يكون مهذب كيما راني معاك مهذب ما شاء الله مبين. جيت انت من بلاد وحده اخرى وراك هنا وتهضر وتنبش فيا وراني ساكت لك وفي بلادي باسكو الفن حنا عندنا حريه الفن التعبير. قبل كل شيء رساله اخلاقيه طاحه قال لك ثم رساله اخلاقيه رساله اخلاقيه روح اضرب في يوتيوب شوف لي فيلم تاعنا تاع بكري ومنا رساله اخلاقيه فنان كبير فنان ديجا انت كورونا متر بيناتنا اقسم بالله نحكي معه دير معك الماسك انت متر بيناتنا انت نحترموا الفنان الجزائري ونحترموا الفنان اللبناني يعني هذا مين يعني هذا مين مين الغبي اللي بده يدي له دور لمثل هيدا غبي شكون غبي هيدا اللي بده يدي لك دور ليكبر بيك حتصير غبي ايه يمكن انت كمان غبي لانك جيت لهون وعامل حالك فنان انت يمكن انت قلت لي اسمع من شوي انت قلت لي دخلت الحراك في الجزائر وش دخلك انت باش دير الحراك في الجزائر بتدخل لاني انا مكانتي سياسي وانا اعلامي وفيني شارك ما عندكش الحق باش دير الحراك في الجزائر بشارك الجزائر الجزائري اسمح لي لا بلشتوا انتوا هلا اجاكم الوباء سيدة جورج من فضلك احترم نفسك ما فيكم تكفوا ما فيكم يا عمي بالفن ما شفنا شيء هلا الفنانين انتوا مش تجوا بالفن يبقى الفن تاعكم انتوا احنا مش تجوا بالفن تاعكم الفنانين ما درتوا وين احنا كثير والله ما عملتوش عندنا وديع مش درتوا عندنا وديع عندنا الصبوح سيدة جورج عندنا ملحم بركات ما نسمعهمش انا كامل بالفن انت ما بتسمعهم لانك قديم ما بتسمعهم انا بفضلك من فضلك ما تستصغر منك معروف حتى الفن ما عندك في بلادي شو عملت بالفن انت مرمت الفن هيدا على النجوم اسمح لي خويا العزيز حنا انت قلت انت يعرفوك في الوطن يعرفوكم في الوطن العربي ياك حنا لو موند خويا كاين شاب خالد عالميا
شنو هو يعرفوها؟ شنو هو يعرفوها؟ كمان عندنا فيروز، عندنا فيروز، عندنا فيروز يعرفوها في لومون، يعرفوها كل البلدان. تكلم على الجزائر. خليني نهضر معك، تاكلنا انت يا ولا لا؟ خليني نوصلك، خليني نهضر يا اخويا، تاكلنا بلا ما نهضر على الحركه الجزائريه بهذه الطريقه. كان مسخر، ما كان ضرب وسب وشتم وشغلات كثيره. خليني نهضر، كانت شغلات كثيره يعني. سيد لا بدي كفي، لا بدي كفي، ما تقولش مسخره اخويا العزيز، ما تقولش مسخره، ما تقولش مسخره اخويا العزيز، ما تقولش مسخره. كان الجزائري اوكي بالجمعه الاولى انا معك، كان ما كانش مسخره، بعدها ما تقولش مسخره، ما كانش مسخره في الجزائر. سب شتم ضرب كان شغلات تماما. العالم كله كان يشهد على سميه الجزائر. انا تبليت عليك ولا عليك؟ المرقه حرقت لك شواربك. واش من المرقه حرقت لك؟ واش من المرقه حرقت لك؟ جيب هذه روح حوس عليها في جوجل. واش من المرقه حرقت لك شواربك؟ راك معايا انت؟ جيت لهنا انا. احنا عندنا مثل غير، ربي يسهل عليك. انا عطيتك انت اللي بنقول، احنا بنقول شو بدي اترجى فيك يا سفرجه لي، وانت كالعضه بغصي. الجمعة اللي عشتها كانت مسخرة. سيدة جورج رجاء مرة أخرى. يعني عادي احنا بنتناقش. الحق شوفي الجزائريين على راسي. الجزائريين على راسي والشعب الجزائري على راسي. بس هاي اللي بقول. هاليوم أنا حضرت. كملي طمانتك. كذبت عيوني. أنا شتب عيوني. ما سمعت منها. مسخرة. دوك أنت اسمح لي. دوك أنا أقول لك. كانت هالجمعة. خليني نهضر يا صاحبي. أحشم دوك. هالجمعة كان. بالجزائر جوستما. هنا نعاود لك النقطه تاعك بين المواطن العادي والمواطن الفنان. علاش قلت لك مقبله انا كمواطن خرجت؟ ما خرجتش انا باش نشطح ولا باش انت فيك تطلع باسمين، اسم مواطن عادي. لازم تكون شعبي. لا مواطن، لا مواطن عادي. مش حتروح تقول لهم برستيج ما يسمحليش ديروا مواطن عادي. حتكون عندك نفس المطالب، بس كفنان لازم تساعد ليتغير الشغله اللي تبعتك. واسمع الشيء عاودوا داروا حركه. ان شاء الله انت عزف لي وانا نغني ونديروا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. لا ما مخرج تحكي هيك، لانه بنحكي عن يعني هالحركه الجزائري. هالحركه الجزائري منو هالادمن السلميه وهالرقي اللي كل العالم تحكي عنه. في لبنان سيره ثقافي فني يعني كل العالم طلع ليشوف الفن. لو ما كان الحراك بس وشوفي بدي اقول لك نقطه. بحكي شو ما بدي، بحكي شو ما بدي. انا بتصدر علي، انا اهدر علي، انا كنت بعرفني. شوف الجزائر والجزائريين كلهم على راسي. الجزائر والجزائريين كلهم على راسي. بس انت كفنان ما تحكي هيك. اوكي سيد جورج هو فنان ويمد في رايه. هيدا يلقى هي خدام ويعيطوا له منا، هو يلقى روحه في الدار ومازال يقدر يمد، ومازال كاين اسماوات كبيره بلا ما نسمو. نعم. يعني كانت هذه المطالب زمان. اوكي لا يعني الكبار هيدو الكبار اخي معليش نفهمهم بعض اخي سامحني اخي العزيز. لا سامحني يعني كتنراك ضيف برك، ما كون جيت يعني جزائري وتحكي معاه تحكي على الفن بهذه الطريقه نكون ماشي متفاهم. لا انا شوف انا راسي، بس انا بالفن ما عندي حدا، يعني ما عندي حبيب الفن. ما تعرفش الفن انت اخويا هنا في الجزائر. سامحني والله ما تعرف. شوف صديقي، شوف صديقي، والله ما تعرف. يجونا الفنانين يكونوا ما بيعرفوا شيء. يرحم بابي. لما نعلي هالموهبه وننشئ فن حقيقي. طيب واغلب القامات الكبار عملوا هالشيء، عندهم موهبه، عندهم صوت. ورده غير فوتها باسكو راك غلط. لا انا ما بحكي غلط 500% اخويا العزيز. ما بحكي بالعاطل عن ورده او ماشي تحكي، ما تقدرش تحكي عليها بالعاطل. بس هيدول فنانين، باسكو هذه فنانه كبيره و الله يرحمها اول شيء، ويعني وكانت عايشه في باريس ومن باريس الى مصر. انا نعرف باللي ورده خرجت من مصر. لبنان هذه نسمع فيها من عندك خويا. لو كان لبنان علاش راهي بلد شقيقه؟ علاش نخبوا الحقيقه اختي ولا لا؟ لا عملوا على الصوت واشتغلوا اخي. تواضع ليه؟ شوف اسمعني، اسمعني. شوف لا انا متواضع الحمد لله. خليني نهضر. لا ما تخلينيش نهضر، نخلو نخرجوا كاع ونخلوك تهضر. انا متواضع، انا بحكي على الفن، بحكي على الموجه هاي الاخيره اللي طالعه بتقول انك فنان وهو من فنان. هاي الموجه اللي بحكيك عنها نحاوروا معاه، نحاولوا نديروا حتى بس معروف هون بالجزائر. بس بالحراك ما عندوش شو عملت يعني عنده جمهور. اديني شغله انت عملتها على وطنك بالحراك. شو عملت بالحراك؟ نعم شو عملت بالحراك؟ وقفت مع اولاد بلادي، يعني وقفت مع بلادي ودرنا شوف حراك. ادخل اليوتيوب تشوف باللي العالم كامل نخلع في الشعب الجزائري سلميه سلميه. لا لا بهالنقطه ما بايدك الور هنايا. شوف حط 100 خط سلميه. انت علاش قدم لكم خدمات؟ انت تقدم لنا خدمات. انت تقدم لنا خدمات. صدمه كبيره. انت انا عميد الفن اللبناني. باين تعرف هذه ما تعرف تعرفها؟
تعرفها ما تعرفهاش شو هيدي سنك؟ روح عن بلي السنين تاعو على بالك تلمو لي قلقني السنين لا طروك على بالك يكون شوف عينيك على بالك احنا هون على البريد المركزي تبعكم معنا كناس عاديين هيك يعني كجزائريين كنا يعني متقمصين شخصيات اخرى كنا مع مواطنين جزائريين هيدا الحركه كان معتر كان ضرب شب شد مع صبية من فضلك كان الحركة اسمحوك لا ما تكلمش عن الحركة الجزائرية بهذه من فضلك ما تجوش أنا ما حكيت معك ما تستصغرش الفنان يعني تستصغرش الحركة ويعطيه 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 اسمع شو بقى حميد حميد شو بقى حميد شو بقى حميد مش هيدا ما تجوشي هيك حميد حكم لك الكاميرا حيوان احمد كان في المنجل كان في المنجل كاميرا كاشي كاميرا كاشي كاشي صح كاميرا كاشي منجل هاو منجل نعم كاميرا كاشي صح وين كاميرا كاشي كاميرا كاشي هاو صح 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 شوف شوف المنجل هذا كاميرا كاشي دوري صح باقي الحمير دوري والله الحمد لله كاميرا كاشي دوري باقي الحمير دوني برافو أني محترمك غصب عنك أني محترمك غصب عنك في وجه غصب عنك في وجه غصب عنك في وجه غصب عنك تحترمني في وجه اسم تزاير أني محترمك غصب عنك تحترمني لأنك ليش بدك تعمل دوك هاي ديرو ستنيت نكملو سينو ما يخرج منا شو بدك سينو دوك نعيط لابوليس اتصل اقسم بالله بتحكي شغلات بتليق فنان كيفاش استاذ هذا تقول لي كلمه غبي انا فنان وما تهضرش على الجزائر انا فنان وما تهضرش على الجزائر خلي تقعد وتسكت كلمه غبي هذه ما زيدش تقولها كيفاش غبي لا لا الياس نو الياس كيفاش غا؟ قلت لك في المنزل قلت لك في المنزل ليش تفضل هنا؟ حليلوها شيش درت لي؟ طرفت الكورس التبية وجعتني ليش فعلا؟ حليلوها نزيل انت انت داخل على الدقه الاسبانيه هلا مش شوي لا انا ما قلتلكش على الدقه الاسبانيه قلت لك عندي عندي انا بتذكر رجع الشريط لورا وشوف هاي جار من فضلك سبحان الله روح شوف الشريط لورا سبحان الله الله يهديك شو الله يهديك الله يهديك الله يهديك هلا صرت انا المجنون تهبني انا صرت اكثر من المجنون عن جد اكثر من المجنون اللي جنني الاحمر هيدا اللي لابسه هيدا اللي جنني انتوا دخلاء انتوا دخلاء على الفن هاي انت عنا مجنة تهضر مع الجزائري قبل ما تشوف قبل ما تهضر مع الجزائري رحت وظاوي تهضر معايا انت دخلاء على الفن رحت وظاوي تهضر معايا انت دخيل على الفن جورج من فضلك جورج انت لبين بين انا سيدك في الفن انت لا ما تمزج غني لي جزائري يا عمي بين لي فنك انت مش دخلك انت مش دخلك انت مش دخلك انت مش دخلك ارجع ترقد سيدة جورج من فضلك شو الناقد وانت ما بدي واحكي كيف ما بدي ما تعرف وين انت عنجد انت اللي بتعرف عامل تعرف خير منك شو بتعرف انا سيدك عيط لي سيدي عيط لي سيدي عيط لي سيدي احترم نفسك احترم نفسك احترم نفسك احترم نفسك احترم نفسك سليم حكم لك في كاميرا كاش سليم حكم لك في كاميرا كاش بس كان ضرب شب سب شد سرقات احنا بيناتنا نضرب وبيناتنا دخلك انت يا احنا بيناتنا نضرب وبيناتنا دخلك انت يا ايه لا لا ما تقلي سلميه سلميه ما سلميه انا شفت السلميه بلبنان واش دخلك نعم حتى خرجوا الفنانين الرياضيين خرجوا مع الشعب الفنانين كانوا فنانين وكاين شوية فنانين وكاين أشباه فنانين أوكي فنانين فنانين مبينين معروفين وفنانين أنا نهضر معك شكون أشباه فنانين لا صح ما تهضرش على ولاد بلاد ما دخلكش هادو حوايج بيناتنا عن جد في فن أنت ماشي ريفيرونس باش تعرفني أنا وما ما بدي أعرف أنت فنان ما تحليش بطاطا خشينة باسكو بطاطا خشينة في الجزائر يخدموا بها شيبس ما تطيحليش بطاطا خشينة احترم نفسك يا سيدة جورج من فضلك أنا هادوك نقول لك أنا وشنو أنت فنان زيد خرب فيا نقول لك وشنو أنت اسمي انا راح نبدا أوكي. اليوم حتصير فنان باسمي هلا انت باسمك ايه هلا اه يمشي انت باسمك ايه هلا
يمشي انت باسمك ايه هلا يمشي انت انا ولي اسمك منير من فضلك منير انا ولي اسمك شوف ما مد هيدا الفن امشي يا قلت لك فن هيدا الفن هيدا الفن تفضل منير من فضلك رجاء السيد جورج رجاء احترم انت بيك انت انت فن ايدك مو منير منير امشي هاي كاميرا كاسي كاميرا كاسي هاي ما تسخروا بينا كاميرا كاسي تسخروا شو لا لا وش تدلكم بالجزائر جوست ما احنا نعاود لك النقطه تاعك ناس كثار بين المواطن العادي والمواطن الفنان فنان اوكي علاش قلت لك مقبله انا كمواطن خرجت ما خرجتش انا باش نشطح ولا نربح ولا باش انت فيك تطلع باسمين اسم مواطن عادي لازم تكون لا مواطن لا مواطن عادي مش حتى تروح تقول لهم برستيج ما يسمحليش ديروا 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 مواطن عادي حتكون عندك نفس المطالب بس كفنان لازم تساعد لا يتغير الشغله اللي تبدا تاعك لازم نعاودوا داروا حركه ان شاء الله انت عزف لي وانا نغني ونديروا ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا ما مخرج تحكي هيك لانه بنحكي عن يعني هالحركه الجزائري هالحركه الجزائري من وهالقدم السلمي وهالرقي اللي كنا كل العالم تحكي عنه في لبنان في لبنان في لبنان في لبنان في لبنان سيره ثقافي فني يعني كل العالم طلع ليشوف الفن لو ما كان الحراك بس وشوفي بدي اقول لك نقطه بحكي شو ما بدي من نفسك بحكي شو ما بدي من نفسك انا ما بتقدر علي انا اهدر علي انا شوف شوف الجزائر والجزائريين كلهم على راسي الجزائر والجزائريين كلهم على راسي بس انت كفنان ما تحكي هيك اوكي سيد جورج هو فنان ويمد في رايه هيدا بس انا هلا بحكي على الافات هيدول اللي عم يعملوا فنانين ليس بأف ولكن بفنان بفضل اوف والله في ناس عامله اوف وبتقول لك فنان هيدا منه فنان مخلي يكون فنان لما تقولي لي فنان انا بشوف الفنانين الكبار هيدول اوكي قولي لي السلطانه الجزائريه فلا الجزائريه بقول لك ايه فناني ايه؟ طالعه من عائله فنيه كبيره ايه؟ اوكي اه؟ لما تقولي لي خالد لما تقولي بس لا تقولي لي انه هلا ما عرفتوش هلا ايه ما بدي جاي تحضر لي على الفن ما بدي سيد جورج ما بدك تعرفه ما بدي اعرفه هيا انا راح هذا هذا طيب هذا هذا طيح نقيمتي اكثر من فضلك كنت عفست على الجزائر من فضلك عفست على الفنان الجزائري خلينا نوصل الحديث لا 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 يعني مسوي الفن عندكم من فضلك ما تقدرش على مستوى الفن دائما بقول دائما بقول دائما بقول دائما بقول وعيده يا وطن عربي يا جزائريين يا لبنانيين لا تخلوا من الاغبياء مشاهير لانه سيد جورج من فضلك شو عمل دونك ما عندك شي الحق ما وشك تحكي ممكن لك شغلي يعني ممكن لك شغلي كان نفسي اني اطلع هيك مع الشعب الجزائري وبنحكي كلنا سلمية سلمية يضربوك تا هكذا تطلع معهم عن جد لا طلعت طلعت وشفت اللي ما بينشاف يضربوك صاحبي ومتى انا ديجا هناك يضربوك صاحبي ومتى انا ديجا هناك وماشي اختي والناس وشويه حشمه وقاع ما لا شوفي خليني اوصلك الكلمه وصلني خلص في الهضره خليني اوصلك الكلمه وانا انسان شويه مقلق صاحبي خليني اوصلك هاي عزيزه كملي تشوفي نعم استاذ جورج هالشغله بهالشغله ما تنجبوا شوف انا نهضر معاك جوج كلمات من الاخر صاحبي وما ندخلش معاك في جدال بزاف باسكو انا انسان مقلق باسكو انا سيرتو بلادي حط 700 شوف لك دكتور سيد جورج من فضلك احترم راك اخي والله العظيم يعني جيت من بلاد شقيق تما يعني حكمتني من النقطه هذه لو كان جيت يعني في يعني في منبر واحد اخر والله ما تحكي معايا هذا مش نعمل ايه؟ نضربك نعمل ايه؟ نضربك عن جد والله خوفني والله بدي اقول لك شغله والله غلنا ضربك من الاخر يعني ما بتحكي نضربك باسكو عليه ما فيك ما فيك تعمل انك ما تحكي راك تحكي اسكت 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 هيدا الفن تبعكم احترم هيدا الفن تبعكم اسكت تهضر بالشغل هيدا الفن تبعكم الصباح هيدا الفن تبعكم لبنان هيدا الفن تبعكم على البليس يا خويا انتوا ماما موجود تعشاو عندنا هيدا الفن هيدا الفن شحال انتوا 10 5 ملايين جو ماما موجود تعشاو كومبلي جو تعشاو عندنا الشعب اللبناني ندي لكم الفن بركه عندي انا واحد لا لا خليني نقول لك عندي واحد العرق خالقه لي ربي يشد واحد 10 دقائق برك كارم ومن بعد نولي فيه صوالح كاع ماشي شب
نواصلوا برك الحديث يعني ما قعدناش بزاف. من فضلك استاذ جورج حمل مع اشبال فنانين لما يقولوا عن فنان جيبوا لي فنان اول شيء اول شيء ولما نحكي احنا على الفن هلا موجه طلعت هلا موجه طلعت اخر مره بالفن هلا بتقول انا فنان انا فنان هل سيد جورج من فضلك موجه بالزائع عطرت الفن ما فيها تعمل هيك عيب اشبال فنانين عيب يعني سيد جورج من فضلك من فضلك اسمي اول شيء واحكي احمد 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 عبك بلي نحفش لك على بيجا عيب نظر بك بس كون يحكي عيب نظر بك بس كون يحكي هيدا الفن لا تعملها انت تحكي احمد احمد احكم لك الكاميرا كاشي احكم لك بنجل احمد زرز عليك انا على بالك احكم لك الكاميرا كاشي عادي على كاميرا كاشي هذه من الرحضة حول ولا قوة الا بالله تفضل تفضل على بسيطة قلنا خاين الحيرك يا ودرناها بالعالي كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايع البلاد يا وخير قصرة وقصتو صار عبد اللي لامصا ضحكة من القلب بالخ وخبر في الفن دمار يا وبالعاني توسوسو في راسو مخو تخلطو في روحو نفسو تخلطو المنجل جاك 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 جاك